مشاهدي وزوار موقع اليوم 24، مرحبا بكم في هذا اللقاء وهذا الحوار مع الأستاذ عبد الواحد المتوكل، رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان والقيادي بالجماعة. أهلا بكم. بداية مرحبا بك سي عبد الواحد المتوكل، أهلا وسهلا. ضيفا على موقع اليوم 24، ومرحبا بنا أيضا ضيوفا عندك في منزلك اليوم. أهلا وسهلا سي عبد الواحد، يعني كما يقال يعني المناسبة شرط، والشرط هذه المرة هو الإعفاءات الأخيرة في صفوف يعني بعض أطر جماعة العدل والإحسان. هل نريد بداية أن نعرف يعني خلفيات هذه الإعفاءات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكركم على هذا التواصل، وأشكر الموقع على هذا التواصل، وأرجو أن تكون فرصة لنوضح الحقيقة فيها كثير من القضايا التي تشغل بلا الرأي العام المحلي والدولي. حقيقة يعني هذه الحملة المسعورة التي يعني شملت عددا كبير من أطر الجماعة، حملة في الحق هي ليست جديدة في الواقع، وإنما هي متجددة. هي متجددة، والجماعة هي منذ تأسس ويتعرض لحملات متعددة، وقد تختلف من حيث الطبيعة ومن حيث الوتيرة ومن حيث الشدة، ولكن الجماعة كانت دائما تتعرض لأمثل هذه الحملات. وهي في الحقيقة لا تستهدف فقط أعضاء الجماعة، وإنما تستهدف كل المغاربة. كل المغاربة يعني تريد أن تخوفهم، تريد أن تحولهم إلى حطام بلا أمل، تريد أن تحولهم إلى كائنات خانعة خاضعة، يعني لا تملك إلا الشبوة المكبوتة. يعني هذه هي الأهداف وراء هذه الحملة التي، ولكن هل هو هذا ربما السؤال، هل يفلح وهل سيفلح النظام في تحقيق أهداف من وراء هذه الحملة؟ أحسب بأنه هل النظام يعني كما سميتموه أنتم يعني غير استراتيجيته الآن تجاه الجماعة؟ هل نحن يعني على أبواب صراع يعني غير مسبوق بين الجماعة والنظام؟ لا، هو وكما قلت لك منذ التأسيس النظام لم يغير موقفه من الجماعة، كما أن الجماعة أيضا لم تغير موقفها من النظام بشروطه وفي الوضع الذي هو حاله، ولكن الذي يتغير وهي الوتيرة والدرجة. فأحيانا تكون حملة قد تخف، وقد أحيانا قد تشتد. هذا هو الواقع، ولكن كما قلت لك في كل مرة يعني هذا هو المسير. يعني لو كان هناك عقلاء في النظام يفكرون لأدركوا بأن هذه الأساليب قد عفى عليها الزمن، ولا يمكن أن يأتي بالنتيجة التي هم يريدون، لأنه قد سبق له أن شن مثل هذه الحملات، وكانت النتيجة دائما تأتي بعكس ما يريد دائما. في البيان ديالكم تحدثتم يعني عن هذه الهجمة يعني التي قلتم بأنه يشنها النظام، لكن بعض تصريحات قيادي الجماعة حملت يعني المسؤولية لجهة داخل النظام. هل هناك جهة معينة داخل النظام هي التي تستهدفكم، أم أن النظام ككل يعني لا زال هو كما يقال دائما؟ لا يمكن أن تعتبر أي نظام سياسي بأنه كتلة صماء، فلا بد أن تكون هناك أجنحة، هناك أطراف، هناك آراء قد يكونوا يعني متفاهمين من حيث العموم، ولكن المقاربة والطريقة ديال التعامل مع المعارض قد تختلف من طرف إلى طرف. فقد يكون طرف معين هو يدفع في اتجاه الصدام وفي اتجاه الاستئصال، وقد يكون هناك طرف آخر. أي مكان الأمر، الذي اتخذ هذا القرار فقد ورط النظام في خطيئة فادحة. يعني ما هي النتيجة يا ترى؟ ها نحن نرى أننا يعني أمس كيف أن كل هيئات وكل النقابات وكل الشخصيات من إعلاميين وسياسيين الكل يتعاطف، لأن في هذه الحملة وفي هذه القرارات الخارجة عن جميع المساطر القانون الإدارية فيها ضمون بين، والناس لا يمكن أن يتعاطفوا مع الإنسان المظلوم. فإذا هو يخسر ويؤدي من حيث لا يدري، ويؤدي خدمة للجماعة.
يعني من واحد الناحيه، فالجماعه يتاكد موقفها السياسي، يتاكد انحيازها المستضعفين والمقهورين مع البلد، وفي نفس الوقت يؤدي خدمه بانه في هذه الاحداث وفي هذه المضايقات يعني كما يقولون يعني واحد كيوفر واحد كاتاليزور، يعني الجماعه تتماسك ويقوى تماسكها وتقوى حركيتها. بل اننا ولا اخفي سرا ولا اودع سرا قلت اذا قلت بان استرجعنا حتى بعض العناصر في هذه المناسبه. نعم سي عبد الواحد، يعني التضامن كبير يعني الذي تم مع الجماعه يعني من مجموعه من الفئات المختلفه معكم، وكذلك النقابات والجمعيات والهيئات الحقوقيه، ولكن في نفس الوقت كاين هناك اناس يعني عبروا عن تخوفات. كاين اللي تيقول بان هذا صراع عادي بين جماعه لا تعترف بالنظام وبين نظام يعتبر الجماعه محظوره، وبعض المنشورات يعني بعضها يعني تم تداوله في الفيسبوك، وانا يعني اطلعت على بعضها في كتب الاستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله عليه. دعني يعني اقرا لك يعني بعضها لترد يعني على من يعتبر ان الجماعه يعني هي نسخه من جماعه عبد الله غولن في تركيا. سي عبد السلام ياسين في كتابه سنه الله يقول: لكن فئات عبيد الحضارة والثقافة والفن الوطنية ينحون عن مواطن التأثير مثل المدارس والجامعات والإعلام وكل مقام كريم، لا بد من التطهير والكنس، وفيما سوى من يتحدى الإسلام بقول أو فعل أو سلوك أو حال نترك المجال واسع للمزيدين باسم الإسلام الرافعين للافتات الإسلامية ليعرض كل بضاعته وفهمه للإسلام حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. طبعا قبل هذه الفقرة هذه تكلم على أنه ممكن يعني عندما يتم يعني توجد النظام ديال الخلافة ممكن الاستعانة بالبعض كما استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أريقط. يعني مثل هذه الأشياء الموجودة في تراث الجماعة ألا تزرع يعني نوعا من الشك ومن الريبة حتى في صفوف من يتعاطفون معه؟ شوف إذا أردنا أن نجتزئ، إذا أردنا أن نتحدث عن تصور معين وعن منظومة فكرية معينة يبقى أن نأخذها في شموليتها. أما إذا أردنا أن نجتزئ فيمكن هذا أن نفعله مع أي كان، يمكن أن نجتزئ له فقرة أو كلمة أو عبارة نخرجها من سياقها المعنى فتعطينا نقيض. يمكن أن نفعل هذا، يمكن حتى الأحاديث النبوية ويمكن أن نفعل هذا، أو يمكن حتى في القرآن يقول ويل للمصلين. يعني إذا أردنا أن نجتزئ يعني عبارة من سياق معين فقط تعطي النقيض. عندما نتحدث عن المنظومة الفكرية ديال التي تتبناها الجماعة فهي باش تقول لي لا، هي تؤكد منذ البدء وقبل أن تكون أي أحداث تؤكد على أنها تنبذ العنف، تؤكد في وثائق متعددة. لماذا الناس لا يركزون على هذه الأشياء؟ هي تؤكد تنبذ سرية وتقول العنف عمل صبياني، العنف بضاعة الضعفاء. يعني لنرجع إلى هذه الوطن، العنف هو بضاعة الإنسان الذي لا يملك، لا يجد القدرة، ليس له ثقة فيما يؤمن به، وبالتالي يلجأ إلى أساليب الضعفاء. فعندما نقرأ هذه الوثائق هذه التصريحات وهذه الأقوال، وبالتالي تبقى كل الهجومات الأخرى يعني كتبقى مسائل كيف قلت لك مسائل صبيانية. ثم أن العالم لننظر إلى الهيئات وإلى الجمعيات وإلى المنظمات حتى على المستوى الدولي، في جميع الكتب وفي جميع التقارير، وأنا كانت عندي دراسة وفحت في المجال، الكل يؤكد بأن الجماعة سلمية. فهذه أشياء يعني أصبحت مؤكدة لا يعني لدى الخاص والعام، يعني ما يمكن أن شي واحد يزعم يمكن أن يلبس الجماعة موقف آخر غير ما هي معروفة به. هي سلمية، هي تنبذ العنف، هي تؤمن بالحوار، هي تقول بأن المقاربة المشتركة هي السبيل لإخراج البلد من الأزمات التي تخبطوا فيها. يعني وهذا صرح مرارا وتكرارا، لا يمكن لأي طرف مما بلغ من القوة أن يخرج البلد من هذه الأزمة التي تخبطوا فيها. إذا نضع كل كلام في سياقه العام باش لكي نخرج بالرؤيه والموقف الصحيح. نعم هذا يعني في نفس السياق البعض يعني او قلت ربما جماعه تقول اسمع لي ربما لم اذكر يعني سي عبد الواحد المتوكل، البعض
اتهم جماعة العدل والإحسان بأنها نسخة لجماعة جولن في تركيا، واستدل ببعض يعني ما يوجد يعني في تراث جماعة. أنا يعني شخصيا دعني أقرأ عليك يعني هذه الفقرة من كتاب المنهاج النبوي للأستاذ عبد السلام ياسين رحمة الله عليه. يقول: قبل قيام الدولة الإسلامية تسعى الدعوة ما وسعها في سرية يناسبها التسرب اللطيف أو اغتنام للحريات العامة التي يضطر الحكام أن يتنازلوا عنها للشعب، أن تصل إلى المدارس والجامعات والنقابات والتعاونيات والجمعيات المهنية والثقافية والنسبية واتحادات الرياضة والشباب وما إلى ذلك من كل المنظمات والتجمعات الموجودة فعلا، وعلى الجماعة أن تؤسس أجهزتها الموازية في كل هذه الميادين، فيكون العمل من داخل المنظمات الرسمية والعمل من داخل الأجهزة الخاصة سائرا في اتجاه واحد، يكون التنظيم الجهادي أصلا تتفرع عنه وتخدم أهدافه هذه المنظمات بنشاط العناصر المؤمنة المكلفة بمهمات التغلغل. يعني هناك من يعتبر بأن جماعة تريد أن تتغلغل داخل المؤسسات وتغير يعني تركيبة النظام من داخل هذه المؤسسات، بالتالي طبيعي أن يتعامل يعني مع النظام يعني بنوع من الحذر والقسوة أحيانا. الجواب على هذا السؤال ربما من وجوه. يعني أنا أطرح السؤال: هؤلاء الذين يشاركون في المفروض في الأنظمة في البرلمان وفي المنظمات، شنو الأهداف ديالهم؟ ألا يهدفون إلى 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 تطبيق برامجهم وتنفيذ يعني مشاريعه أو رؤيتهم كيف يريدون المجتمع أن يكون؟ هذا واحد. الشيء الثاني بغى نميز ما بين المبادئ وما بين القضايا التنظيمية. فيما يتعلق بالقضايا التنظيمية فهي متحركة، وهي تكون متحركة وتكون متجددة ومناسبة للظرف الذي تمر منه أي حركة سياسية اجتماعية. فإذا ما أحلت عليه فهو يدخل في إطار التنظيم، في إطار المتحرك، في إطار المتغير. والجانب المتغير والجانب التنظيمي في المنهاج النبوي فهذه أشياء هي متجاوزة، وهذا صرحنا عنه وعبرنا عن غير ما مرة. ولو نظرت إليه، وهذا خطأ يرتكبه حتى بعض الأكاديميين حينما ينظرون إلى المنهاج النبوي خاصة في الجانب التنظيمي، إذا قارنوه يعني ويتحددون أحيانا على الجامع كأن هذا هو الجانب التنظيمي ديالها، فيخطئون خطأ فظيعا جدا. لا يمكن للجامعة تتوسع وتتمدد وبحياة وديناميكا جماعة العدل والإحسان ثم تجمد على شكل تنظيمي واحد. فإذا لو قارنت الواقع التنظيمي للجامعة الآن وما هو موجود لما وجدت البون شاسع إطلاق. تقصد سي عبد الواحد أن الجماعة يعني تغيرت وجددت من فكرها ومنهاجها من هياكلها التنظيمية، أما من مبادئ فهي ثابتة. فهناك ما هو ثابت فيما يتعلق بالمبادئ، وهناك ما يتحول في مقاربات. ثم الشيء الثالث وهو يعني ماذا تنتظر مني أنا الآن أن يعني أوسطت في وجهي كل المنافي، شنو ندير؟ ها أنت الآن يعني 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 تدير استجواب صحفي مع في بيتي، وكان ربما الأولى ربما أن يكون ذلك في مقري وفي مكتبي المعروف والذي يمكن أن يأتي إليه الخاص العام. فإذا نحن نجتمع في بيوتنا، أين نجتمع إذا؟ نحن ليست لنا مقرات، ليست لنا جرائد رسمية. يعني ماذا تنتظر مني؟ نحن نريد أن نكون عندنا حريتنا ونمارس في العمل العام وفي الأمكنة المفتوحة لدى الجميع. فإذا عندما أنت تغلق كل هذه الأبواب في وجهي، ماذا تنتظر مني أن أفعل؟ سي عبد الواحد، يعني يبدو أنه ليس هناك أي حوار بين الجماعة والنظام. هل بالفعل كانت يعني بعض محاولات الحوار وتقريب وجهات النظر ام انها لم تكن؟ وهل الجماعه يعني عندها استعداد باش تدخل في هذا الحوار؟ الا كان شوف، حنا ملي عندما نتحدث عن الحوار نقول ما عندناش مشكله في الحوار. المشكله وهو في الطرف الاخر، المشكله وهو النظام لا يحاور احد، وهو انما يملي عليك شروطا، ونحن نرفض ان يملي علينا احد الشروط. نحن أحرار، ولدتنا أماتنا أحرار، نتشبث بحريتنا إلى آخر نفس. فإذا لا يمكن أن نقبل بالشروط المهينة الذي يفرضها النظام السياسي على السياسيين. نحن لا نقبل بذلك، نريد أن نمارس العمل السياسي كهو متعارف عليه عالميا.
ما هي يعني أبرز الشروط التي فرضت عليكم أو توصلتم بها من بعض الأطراف؟ شروط كثيرة متعينة، معروف أنك إذا أردت أن تمارس هناك الشروط المكتوبة وهناك الشروط غير المكتوبة. ونعطيك دليل بسيط جدا، هناك حركة، هناك حزب مثل الأمة، وهناك حزب ديال البديل الحضاري، لماذا لم يرخصوا لهم؟ علما أنهم يعني كل المسائل أنهم يعني مستعدين لكم، ولماذا لم يرخصوا لهم؟ إذا بمعنى كاين هناك الشروط المكتوبة وكاين هناك الشروط غير المكتوبة، وهو الموافقة لمثلا لكي تؤسس حزب سياسي فهو يخضع للشروط المكتوبة، فهو من النظام منده وليس حقا، وهذا غير معقول. ربما النظام يضع شروط وأنتم أيضا تضعون شروطا، وبالتالي ألم تحاولوا إيجاد يعني حيز مشترك؟ يا سيدي، نريد أن نمارس العمل السياسي كما متعارف عليه، أما أن نكون أو يسمح لنا لكي نؤتت المشهد هكذا أنك حركة موجودة وأنت لا وزن لك وأنت لا تستطيع أن تقوم بأي شيء، هذا نرفضه. هذا نعتبره إهانة، إهانة للمغاربة في هذا القرن 21، أن يطلب من الإنسان أن يتحرك في مربع ضيق لا يغادره. ونحن نرى كل ما الذي يقع الآن في المغرب. سي عبد الواحد، نعود يعني إلى موضوع إعفاءات أطر جماعة العدل والإحسان، أكثر من 100 إطار يعني بحسب ما صرحتم به تم إعفاؤهم، كيف ستتعامل الجماعة مع هذا الموضوع؟ سوف نسلك كل السبل القانونية والمشروعة حتى يعني تتراجع الدولة عن هذه القرارات الجائرة، والتي شهد بذلك الخاص والعام بأن قرارات ظالمة جائرة خارج كل قوانين المنصوص عليها حتى في التشريع المغربي. فإذا هذا ظلم بين لا يمكن أن نقبل به، وسوف نسوء كل توجهون إلى القضاء مثلا؟ نعم، كل القضاء، القانون، كل السبب، كل ما يمكن أن ينصف هؤلاء المعنيين المتضررين الذين تضرروا بهذا العدوان، نعتبره عدوان على الحرية ديال الناس، معنى أنك لأجل انتمائك السياسي أنك تطرد وتتم تنحيتك، يعني هذا عدوان على حق الإنسان. يعني المفروض أن الوظيفة هي تابعة للكفاءة، تابعة للآلية، تابعة، فكيف يا ترى أنك تزيل إنسان لمجرد أنه ينتمي إلى هذا التيار السياسي أو ذاك؟ البعض كان ينتظر منكم يعني الخروج إلى الشارع، القيام بمسيرات يعني كجماعة العدل والإحسان، لكنكم لجأتم في المقابل إلى الدعاء كما جاء في البلاغ الرسمي، لماذا هذا الخيار يعني؟ هذا منسجم مع خيارنا، قلت لك مع خيارنا الذي نحو السلم، نحن حريصون على بلدنا، لا نريد لبلدنا أن يصير إلى الكوارث التي وصلت إليها بلاد أخرى، لكن للأسف الشديد نرى أن النظام يصر أو أطراف النظام لست أدري تصر على دفع البلد في التأزيم، لسنا ندري، إما غباء يتصورون بمثل هذه الإجراءات ربما سيكسرون إرادة العدل والإحسان أو سيكسرون إرادة يعني المغاربة الذين يقولون لا بملء أفواههم للفساد والاستبداد، إما هم واهمون، وإما أنهم ناس يخدمون أجندات معينة أجنبية أو لست أدري، وبالتالي يدفعون يصرون على دفع البلد في واحد المسار الذي نحسبه يعني أورة البلد المهالك والكوارث، و ولا زال يعني الوضع يعني يستفحل اكثر فاكثر. حتى 10 فبراير كانت يعني وضعت يعني السقف ديالها هو الملكيه البرلمانيه، ثم ربما ما وافقتوش على هذا السقف، هذا بغينا نعرفوا ويعرفوا المغاربه من خلالك يعني شنو شكل النظام اللي باغا جماعه العدل والاحسان. هو دابا هذه ما هي الا 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 جزئيه. اولئك الناس الذين ارادوا ان يسقفوا الحركه قد تبين خطا. أنت عندما تدخل وأنت تحاول تسقف مطالب بحال مطل، النظام سيفاوض عليك ما دون المطلب الذي أنت تريده، وقد تبين للجميع بأن هذه المقاربة بأنها كانت خاطئة بالفعل. فإذا كان المفروض أنك تدخل بقوة، وعلى الطرف الآخر هو الذي ينبغي أن لا تدخل وأنت يعني منهزم من البداية. فإذا كيف يمكنك أن تقود حركة تغييرية حقيقية وأنت منهزم من البداية، وأنت تحدد مطالبك من البداية، وتعرف أن الطرف الآخر لم يقدم أي خطوة في الاتجاه الصحيح. ولكن ما شكل النظام أنتم اللي
لا بغيتو النظام. شوف هو ملكيه برلمانيه جمهوريه ماذا؟ شوف هذا هو الخطا، هذا سؤال يتكرر. شنو شكل النظام؟ نريد ان يكون النظام ان يخرج من نقاش ديال المجتمع. اللي ارتضى المجتمع اكيد عندنا مشكل. يمكن يعجبنا 100%، يمكن يعجبنا غير 50%، يمكن نقولوا 50% وسنستمر. وسنستمر في التدافع وفي النقاش الى ان يتحقق ربما شيء المثال الذي نشهده. عندما تدخل وتريد ان تؤسس لمقاربه جماعيه وتاتي بصيغتك وبمشروعك المثالي، كل طرف عنده مشروعه المثالي. عندما تاتي بمشروعه المثالي تكون قد اجدت الحوار منذ البدايه. فلذلك نحن نقول تعالوا نتحدث، والزبده والمخرجات ديال النقاش ستحتمل. يعني قد لا ترضي كل الاطراف، وقد تعجب طرف وقد تعجب اطراف اخرى، يعني ولكنها بالاكيد ستكون افضل من الوضع الحالي الاستبدادي الفاسد الذي نعيش ويكتب جميع المغاربه بلاضه. نعم سي عبد الواحد، يعني نعود يعني الى الشان الداخلي لجماعه ذات الاحسان. مؤخرا يعني اعيد انتخابكم على راس الدائره السياسيه للجماعه. سي عبد الواحد، يعني يعاب عليكم انكم لم تفتحوا يعني هذا الموضوع يعني على عيون الصحافه وعيون الراي العام كما يعني عودتمونا في كثير من الاحيان، لدرجه اننا لم نعرف يعني حتى من ترشح، من كان ينافسكم، ولم نعرف يعني نتائج هذه الانتخابات. انا قلت لك ربما تعرف المقر الوحيد، وهي غير هي بيت، كان بيت قديم ديال الاستاذ عبد السلام يوسف وهو الذي نجتمع فيه، وترون حتى شكله وحتى الوضع ديالو الذي نجتمع فيه. حنا ما عندناش مشكل، ولذلك كيف قلت لك حتى النصوص التي استشهدت بها لم تكتشفها في وثيقه سريه، هي منشوره ونشرت للعالم اجمع ليقراها الجميع ويناقشها ويحتج ويرد، وكل اخذ من كلامي ويرد الا كما قال ذلك الا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. فاذا نحن نعيش في هذه الظروف ديال الضيق، فلو كانت عندنا ظروف اكثر لكان هذه فرصه ما كانش عندنا مشكل. طيب هذه فرصه سي عبد الواحد، تحدثنا على كيفاش مرات الاجواء ويعني والنتائج ديالها وكذا. الحمد لله هذا مرات الاجواء بشكل سلس وبشكل طيب، والذي يؤكد بان جماعه مؤسسات، لانه كثير من الناس كانوا يتصورون حتى قبل وفاة الأستاذ عبد السلام ياسين كانوا يقول بأن الجماعة تتحلق حول رجل واحد وبمجرد هذا الرجل ستنتهي الجماعة، ولكن كان هناك بعض الناس المتابعين يقول إن الجماعة عندها مؤسسة، وبالفعل أثبتت الجماعة بأن عندها مؤسسات. وبعد وفاة الأستاذ عبد السلام رحمة الله عليه، يعني بعد أسبوع أو أسبوعين يعني انعقد مجلس الشورى واخترنا يعني شخص اخر ليقود السفينه. اذا هذه جماعه مؤسسات، كاين هناك انتخابات على كل المستويات والحمد لله، وهي تمر في جو سلس. لا احد منا يرشح نفسه، هذا مبدا اسلامي نحن نعمل به، انما يرشحك الاخرون، لاننا نعتقد بان هذه مسؤوليه امام الله وامام العباد، وهي ليست غنيمه حتى يتنافس على الانسان العاقل المؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الاخر. وبالتالي الاخر هم الذين يرشحون، والناس يصوتون ويختارون من يراه ومن يحسنون به الظن. كم عدد الاصوات اللي حصل عليها السي عبد الواحد المتوكل، وعدد الاصوات اللي حصل عليها السي الحمدان؟ بغيناك تقول هذه المعلومه للراي العام. لا لم احضر لهذه، احنا كاينه واحد المقاربه نعتمدها ان الشخصين المعنيين اللي كانوا في هذه لا يحضرون الى هذا ولا يطلعوا. فهناك لجنه يعني اللي هي لجنه ديال التصويح، وهي التي تعد الاصوات. اخبروك بالنتيجه يعني. اخبروا الذي فاز في الانتخابات، ولم يخبروا بكم عدد الاصوات الذي، وانا لا اعرفها بكل صدق، لا اعرف كم عدد الاصوات التي حصلت عليها. سي عبد الواحد، بغينا نعرفوا الان يعني التقييم العام ديال الجماعه لهذه الاوضاع التي يعيشها
في المغرب، المشهد السياسي في المغرب حاليا. يعني بسرعه هذا البلوكاج الذي يتحدثون عنه هو يؤكد واحد الحقيقه اللي اصبحت معلومه للجميع. كنا دائما نقول بان الحكومه لا تحكم، الان تاكد حوالي نقترب من 5 أشهر والمغرب بدون حكومه، هل هذا معقول؟ إذن تاكد للجميع بان ما عندنا حكومه، ما عندنا برلمان، ما عندنا مؤسسات، وانما الذي يحكم هو الملك والمحيطين الملك هم الذين يدبرون شؤون البلد. اما الاشياء الاخرى ما هي الا اشكال صوريه، يعني لا تملك الصلاحيات الحقيقيه لتقوم بمهمتها. البرلمان لا يملك الصلاحيات الحقيقيه لكي يقوم بمهامه الرقابيه والتشريعيه، الحكومه لا تملك الصلاحيات الحقيقيه لتنفذ برنامجها. يعني هذه اشياء الان اصبحت معلومه ومعروفه لدى الخاص والعام. نعم، منذ اكثر يعني من 4 أشهر المغرب يعني لحد الان بدون حكومه. يعني شنو تي يعني لكم ذلك، وشكون تيتحمل المسؤوليه؟ لكي هذا يؤكد ما قلناه مرارا بانه ما عندناش حكومه، ما عندناش دستور حقيقي، عندنا دستور كي يضع كل الصلاحيات المهمه في يد واحده وهي يد الملك. هذه الحقيقه الان. الكل كنا نقول بان القانون الانتخابي ونمط الانتخاب فانه راه يعني وضع بواحد الشكل ماكر بالمفضوح، يعني مفضوح، يعني حتى يستحيل على اي طرف ان يحصل على الاغلبيه وبالتالي يمكن ان يشكل الحكومه. هذا ها هو الان اصبح يعني بادي للجميع. نحن الان نعيش امام مشهد من اغرب ما يكون، لا يتصور. يعني حزب ما جايب والو، احزاب تصر على ان تدخل في الحكومه، يعني هذا لا يقع. نرى الانسان اذا اراد ان يفكر بعقله قد يصاب بالجنون، يعني من 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 المشهد السياسي في المغرب. يعني حزب ما عنده والو، والمفروض ان الحزب الذي جاء الاول هو الذي يفاوض الاحزاب الاخرى ويحاول اقنع لكي تدخل. نحن يقع العكس، الكل يصر وبقوه على ان يدخل ان يحكم. يعني هل هذا النظام، هل يمكن بهذه التشكيله وبهذا النظام السياسي ان تنفرج ازمات المغاربه، يعني ان نحل مشاكل التعليم، مشاكل الصحه، الازمات، البطاله، ان نحل هذه المشاكل؟ الواقع هو ان يؤكد الكل، دلني على يعني مشروع، على قطع واحد. هل معنى ذلك سي عبد الواحد ان هذه الاحزاب اصبحت يعني مساهما واداه من ادوات البلوكاج؟ وهل تشك في ذلك؟ أنا أسألك فقط. يعني هناك دراسة، أنا اطلعت على دراسة مهمة جدا بكاتب صاحب الإنجليزية، يتحدث عن بعض الأحزاب والنقابات في ترسيخ الاستبداد في المغرب. هذا شيء هو أصبح للأسف الشديد. يعني أين هي الأحزاب؟ أين هي المعارضة؟ يعني هذه الدراسة تتحدث عن أن الأحزاب المغربية أو جل الأحزاب المغربية حتى لا نعمم انها هي عامل من عوامل ترسيخ الاستبداد في المغرب. للاسف الشديد، لان الكل يعرف بان هذه الانتخابات لن تفرز الا مشهدا سياسيا مبرقا، والكل قبل بذلك. يعني ماذا تنتظر من النتيجه؟ النتيجه هي ما نرى الان، ان البلد متوقف، الازمات متوقفه. يعني اذهب الى المستشفيات، اذهب الى قسم المستعجلات، اذهب الى المدارس، اذهب الى كل القطاعات، يعني سوف تجد ما لا يكاد يصور. انا اسمع من القصص يوميا ومن الناس الذين يباشروا الاعمال عن قرب، يعني اشياء لا تكاد تصدق تقع في من الاهانه التي يتلقاها الانسان المغربي للاسف الشديد. ما المطلوب الان يعني من رئيس الحكومه في الاله بن كيران؟ ولا قادر يدير شي حاجه يديرها، ما عرفش انا واش يقدر يدير شي حاجه. شنو التوقع ديالكم؟ كل شيء ممكن، ما يمكن ان كل شيء ممكن. هل الجماعه الان عندها يعني رؤيه مستقبليه للتغيير وبديل يعني لما يقع الان؟ نحن نعتقد بان نمط الحكم والاسلوب التي تدار به شؤون البلد لا يمكن الا ان يؤزم الاوضاع. لا يمكن الا ان يؤزم. اذا فبالتالي هناك الان نحس بان الان
بدأ بعض الناس يعني حتى التضامن الواسع هذا واحد المؤشر مهم جدا. الناس أصبحوا يشعرون بأنك قال أكلت يوم أكل الثور الأبيض، يعني أصبحوا يشعرون بالفعل بأن هذا النظام يعني الأسلوب اللي غادي فيه راه لا يمكن أن يخرج البلد من هذه الأزمة. وبالتالي حنا نعتقد بأنه ما كاينش خيار، الخيار الوحيد وهو المقاربة الجماعية، الخيار الوحيد هو الضغط الشعبي، نضغط شعبيا ونتعاون جميعا حتى نفرض بالفعل نفرض النموذج الذي يرتضيه المغاربة جميعا ويتوافق عليه المغاربة جميعا، والذي يمكن أن يعطي يعيد الأمل لشبابنا وللمغاربة عموما. أخيرا سي عبد الواحد، أنتم يعني دخلتم يعني هناك يعني بوادر حوار بينكم وبين فرقاء آخرين يعني كانوا شركاء لكم في الميدان أثناء يعني حركة 20 فبراير، وهم يعني يختلفون معكم إيديولوجيا يعني بشكل صارخ جدا، مثال على ذلك النهج الديمقراطي وغيره. واش هذا الشيء هذا واش هو تنسيق بعيد المدى استراتيجي ولا غير مجرد مرحلة تكتيكية؟ لا هذا ينسجم مع رؤيتنا ديال المقاربة الجماعية. ثم هذه القضية ديال الاصطفاف أصبح لا معنى له على أساس إيديولوجي، لأن قد يكون معك الإنسان يشتري معك مثلا في المرجعية وبالتالي هو يساند الاستبداد، وقد يكون إنسان يختلف معك في المرجعية وهو ضد الاستبداد، فإذا أنت مع من ستشتغل؟ فإذا هذا ما هو إلا ينسجم مع رؤيتنا من ضرورة اجتماع كل بصرف النظر عن حساسيتهم، لا بد وأن نجد المشترك، ونعتقد بأن المشترك بين هذه الأطراف فهو مهم جدا، ويمكن أن يعني أن ويمكن أن يؤسس لمبادرة حقيقية تدفع المغرب في الاتجاه الصحيح. نعم، أخيرا يعني بغينا نعرفوا كيف هي الأوضاع الداخلية للجماعة؟ الحمد لله بخير، الحمد لله بخير، كاين قلت لك هناك حيوية، كاين أشياء اللي قلت لك ربما قلتها في البداية، يعني بعض الأشياء اللي يحسبها النظام أنه يريد أو يخوف بها، فإذا بها يعني تضيف حيوية إضافية في الجماعة، فيكون هناك واحد النوع من الحركية وواحد النوع من يعني طاقات وكفاءات تصبح أنها تشتغل بأكثر من المعتاد. فالحمد لله، ولولا ذلك لما تعرضنا، لأن الإنسان لا يهاجم العدم، لا يهاجم العدم، وإنما يهاجم شيئا موجودا ويعرف بأنه موجود وبأنه يسير يعني في خطه ويتغلغل في المجتمع. أستاذ نادي ياسين، يعني ابتعدت عن الأضواء وابتعدت يعني عن الجماعة قليلا، واش هذا إقصاء لها ولا مجرد اختيار شخصي؟ لا، لن يكون هناك أي إقصاء، فهذا اختيارها، نحن نحترم هذا الاختيار، ولا زالت تقوم، هذا يعني غيرت الموقع ولكن لم تغير موقفها من الجماعة أو ما تساهم فيه. هناك جبهة تتصدى لها وتشتغل عليها وتساهم مساهمة مفيدة ومفيدة جدا للجماعة. أنا أعطيك ثلاثة الأسماء تعلق لي عليهم يعني في عجالة. أستاذ عبد السلام ياسين، واحد إمام من الأئمة الأعلام ديال هذه الأمة، يعني ساهم بكل ما يملك بماله وبوقته وبجهده وبذكائه وبخبرته من أجل هذا البلد، صلى الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسقيه في سعة جناته. نبيل منيب، مناضلة شويه فيها واحد النوع من الجرأة في اتهام الاخرين دون بينة. عبد الإله بن كيران، مناضل قوي، للاسف الشديد انه المهاره ديالو الامكانيات ديالو كان يمكن ان توظف من اجل الدفع بالتغيير الى ابعد مدى. شكرا جزيلا سي عبد الواحد، شكرا جزيلا مرة أخرى، سعداء يعني بهذا اللقاء هذا معك، نتمنى أنه يتكرر مرة أخرى إن شاء الله. شكرا جزيلا لاستقبالكم.